السلام عليكم، نتمنى نلقاكم على خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه وغادي تعجبكم وغادي تشكروني عليها ان شاء الله. هذه الوصفه فيها جوج المكونات كاينين في الدار ورخاص وسهلين، والمشكل هي انها كتعطي الايجابيات ديالها في ظرف 3 ايام. ان شاء الله غادي تعجبكم هذه الوصفه. فيها حامضه وفيها النشا. هاد الوصفه كتحيد الكحوليه في المكان، سواء في الكعيبات ديال الصبعان او في الكعين او في اي منطقه في ركابي مع الصاله، المهم في اي بلاصه فيها الكحوليه راه كتصفيه. وهذه عن تجربه. ان شاء الله غادي نبداو. بسم الله. دابا غادي ناخذ الحامضه وغادي نديرها في الماء، واحد القياس ديال الماء، ونحطها تسلق. ملي تسلق ان شاء الله غادي نكمل معاكم الوصفه. من بعد ما تسلقت لينا الحامضه، نتوما كتشوفوا ولا طرطيه بزاف، دابا غادي نديرها هنايا في هذا الكاس ديال الميكسور. غنكب الماء هو الاول، وغادي نقطع الحامضه بالقص ولا بالموس باش تسهل علينا. شوفوا عامره من هنا وطيبه مزيان، يعني ساهله في الطحين. هاد الوصفه راه زوينه، غديروها ما ديروهاش لوجهكم، ديروا غير البلاصه اللي فيها الجلد غليظ بحال كيف قلت لكم، اليدين والكوعين والكعب ديال المرافق. غادي نديرو دابا واحد جوج معالق ديال النشا. النشا راكم كتعرفو الفوا ديالو تا هو زوين، هاد النشا ديال الضرا. بسم الله. شوفو تقريبا عامرين، ودابا غادي نطحنو ونشوفو الخليط ديالنا. هنا من بعد ما طحناها هي تقالت لينا دابا، ولكن غادي نخليوها فوق العافيه واحد شويه مع التحراك حتى تقال لينا، تولينا بحال بوماده كريمي. هي دابا ثقيله مع باقا سخونه، غنزيدوها واحد جوج دقائق ولا ثلاثه على النار، وغادي نوريكم الوصفه من بعد. كيف كتشوفوا دابا انا حطيتها على العافيه مهيله، هانتوما كتشوفو كي كتختار وكتقال. ها شوف هاد البلاصة اللي واصلة العافية لتحت. دابا أنا مع التحراك غادي نبقى نخلطها حتى توجد. هاد الوصفة راه كبت ليكم خاصكم ديروها تقريبا ساعة بحال هكا وكتغسلو، هانتوما مع التحراك، ومن بعد ديروها في شي بواطا وديروها البلاصة اللي عندكم فيها الكحولية. هي غادي كتقال، انا غادي نفاقو. هي هنا باقا سخونه، انا يا خليتها بركه حيت غادي تبرد وغادي تزيد تقال. ريحتها بعدا كتشهي، غتعجبكم الريحه ديال الحامض. انا دابا غادي نديرها في واحد البواطه وتبقاو تستعملوها، المهم ما بين ساعه نص ساعه ايام ان شاء الله، وغادي تولي مره في السيمانه ولا جوج، وغادي تعطيكم المفعول ديالها. من بعد ثلاثه خطوات غادي تشوفوا المفعول ديالها، غادي تقشر لكم كاع الجلد الميت وتبيضوا ان شاء الله. نتمنى تعجبكم الوصفه وتردوا عليا. انا غادي نديرها لكم دابا، نجهزها في واحد البواطه ونوريها لكم ان شاء الله. وغادي نديرها هنا في هذه البواطه، كتبقى بحال تديرني دياب ولا كتي، المهم اي كريم بحال الكريم ديال يدك، على يدك هذا الكريم. هذا مبيض واعر، غير جربوه وما ديروش لوجهكم لحقاش كاين اللي كتكون عنده الحساسيه ديال الحامض ولا ديال، من الاحسن ديروا غير ليديكم والبلايص اللي قلت لكم الجلده فيهم غليظه. انا غادي نوريكم الطريقه.
تستعملوا بحالكو، تخليوه حتى ينشف، ومن اللي ينشف تحكوه، تفزقوه وتحكوه مزيان، وغادي يبين لكم، غادي يبان لكم العربون في هاد الوصفه. ان شاء الله غادي يبان لكم العربون، ونتمنى تعجبكم وديروا لنا النشر مع الاصدقاء ديالكم والاشتراك، والله يعاونكم وتبقوا على خير.